السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. بعتذر صوتي شوي مبحوح، تعبان شوي، فبعتذر إذا كان الصوت يعني غريب شوي. إخواني إن شاء الله بدنا نتكلم اليوم سريعا في موضوع يعني تنظيف من المحرك، يعني اللي بيكون وسخ على الآخر، وبكون بيجينا مثلا المحرك مفحم، وبالتالي الورق العازل اللي بيكون في المجرى بيكون ذايب وماسك جدا في الستيتور في المجاري، وبكون صعب تنظيفه، واحنا لازم ننظفه جيدا، يعني ننظفه على الاخر على اساس انه يوسع معانا السلك الجديد. لانه في بعض الشباب بيقول لك انا جيت الف المحرك ما بوسع المجرى، ما وسع معاي في العدد، فبدي انقص من العدد او بدي اقلل من السلك. وطبعا تنقيس العدد او تنقيس قطر السلك يعني هذا بضعف المحرك، وبصير معنا مشاكل بعد اللف. طيب الحل، طبعا في اكثر من طريقة للتنظيف، يعني ممكن انه في بعض الاحيان نحرق الستيتور شوية على اساس بذوب ونحاول نخرج الورق، وممكن احنا بالطريقة التقليدية بالعادة بمفك رفيع بكون على حجم فتحة المجرى، ممكن انه ندخله بهذا الشكل ونصير ننظف او نقرص في الورق بهذا الشكل من الجهة اليمين ومن الجهة الشمال في الستيتور، فبطلع معانا الورق. لكن هاي الطريقة، طريقة المفك التقليدية، بتاخذ وقت طويل ومتعبة. لكن في بالسوق اخواني في ببيعوا قضيب او سيخ، طبعا باحجام مختلفة، يعني مثلا في هاي خمالة مثلا، وهذا ارفع، بكون في عليه نتوءات، بعرفش اذا واضح، بلكي هيك اوضح يكون. لاحظوا انه عليه نتوءات بالكامل بهذا الشكل. طبعا احنا بنشوف السمك المناسب للمجرى وبندخله في المجرى بهذا الشكل، وبنصير ننظف فيه. طبعا هاي الطريقة سهلة ومريحة وبتنظف كويس جيدا، لاحظوا المجرى كيف صار انظف. هاي كمان واحد، طبعا هاي الطريقة احسن من طريقة المفك التقليدية. وممكن كمان احنا انه يعني نشبكه على الشنيور، ونستعمله بالشنيور يعني كمان افضل. بصير هيك وبصير هيك، يعني انت على حسب شو بتشوف. لاحظوا كيف بتنظف، هذا الورق القاسي او اللي بكون يعني ملزق في المجرى ما بيطلع معانا، فبننظفه احنا بهاي الطريقة. لاحظوا انتوا بس كيف هيك هذا المجرى، لاحظوا كيف نظف، لاحظوا هذا المجرى. فاحنا بنحاول ننظفه بهاي الطريقة، هي طريقة اسهل واسرع من طريقة المفك التقليدية، وبالتالي بيكون شغلنا أنظف وأسرع، والمجرى هيك بيرجع بيوسع معانا بالسلك القديم، ما في أي مشاكل، وما بنحتاج نغير عدد ولا قطور سلك. وهذا هو درس اليوم، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا منها. طبعا موجودة بالسوق، أنا اشتريتها من عند نفس تاجر السلك، لقيتها موجودة عنده، فاشتريت منها أحجام مختلفة، يعني سمك مختلف، في الرفيع وفي الأسمك، أكثر من قطعة، والحمد لله ماشي الحال وكويسة وممتازة معي في المحركات اللي صعب تنظيفها بهذا الشكل. وهاي إن شاء الله أنكم تستفيدوا من هاي المعلومة.
ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وصلواتكم الخمسه، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاه على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.